عودة من جديد لحلقتنا النهاردة من 10 الصبح في الأهلي. أهلا بيكم في تاني فقراتنا الحوارية. وفقرتنا الحوارية المرة دي هتكون مختلفة إلى حد كبير. يكفي إن احنا هنبص من زاوية مختلفة، أو خلينا نقول مجازا، وكأننا واقفين قدام أو ورا شباك بيطل على زوايا جديدة للنادي الأهلي وعلى تاريخ النادي الأهلي. احنا منورنا دلوقتي زميل عزيز وإعلامي متميز وأيضا كاتب رائع عشان يكلمنا عن كتابه اللي بيحمل اسم النادي الملكي، ونعرف منه كل تفصيلة من تفاصيله. ومن ضمن تفاصيله أنه قيل في هذا الكتاب في موضع من المواضع أنه قناعاته هو الشخصية أن النادي الأهلي ما هوش المدينة الفاضلة ولكنه المدينة الأفضل. منورنا الإعلامي والزميل العزيز أحمد أسامة. يا صباح الخيرات وأهلا بك يا أبو حميد. صباح الفل يا كريم. صباح الفل يا نهوان. صباح النور. يعني مبسوط جدا أن أنا معاكم. هو ده بيتك يعني تطلع ضيف تطلع مذيع واحد. بس كان بالليل حاجة والصبح حاجة. عشان تحسوا بينا. ده حقيقي. طبعا أحمد أسامة يعني زميلنا طبعا في البرنامج الكبير الأهلي خط أحمر، وعاملين شغل أنت وفارس يعني كبير جدا ومحترم. وبنشكرك على الكتاب طبعا. هو يعني أحمد جاب لنا نسخة من الكتاب هتمضيها لنا بقى بعد الهوا. بس فعلا خلينا نبدا كده قبل ما نخش في تفاصيل الكتاب. انا عايزه اسمع يعني الفكره جات لك منين، وهل انت اصلا كتبت اي حاجه ولا دي اول مره تكتب والبدايه كانت مع النادي الاهلي، والفكره جات لك ازاي؟ يعني خلينا نعيش معاك اللحظات قبل قرار لا انا هعمل الكتاب ده. طيب، هو اولا الفكره جات لي من حوالي 4 سنين، ولكن انا كنت مهتم دايما بالكاميرا. يعني انا شغلي كله فيديو، اشتغل كاميرا، فالبرنامج الأهلي خط أحمر، ولكن التاريخ دايما كان عندي شغف ليه، وخاصة المعلومات لما بتكون مش حقيقية وبيتم تكرارها بشكل سنة ورا سنة ورا سنة بتوصل لمرحلة من التصديق. فكنت أنا مهتم جدا إن أنا أزيح الستار عن المعلومات الخاطئة. أنا بالنسبة لي النادي الأهلي هو نادي القرن، يكفي اسمه النادي الأهلي، ولكن الحقيقة الأمر النادي الملكي بيتم تداوله على اسم أندية أخرى داخل مصر. فأنا بحثت في تاريخ النادي الأهلي، وعندي شغف بتاريخ النادي الأهلي وقضايا أخرى في تاريخ النادي الأهلي، فوصلت إن أنا عندي موضوع أقدر أقدمه في كتاب، أو أكتر من موضوع أقدر أقدمه في كتاب واثنين وثلاثة. بس كان الدافع مبدئياً لتصحيح المعلومات المغلوطة. ده حقيقي. ده حقيقي، لأن أنا يعني سمعنا فترة من حوالي من أول ما السوشيال ميديا بدأت تهتم بشكل أو بآخر بدأ يتم تداول المعلومات المغلوطة دي. فأنا قناعاتي الشخصية إن أنت لازم يكون في حد بيتصدى لهذه المعلومات المغلوطة. صحيح. بالدليل وبالسند وبالمرجع، يعني ده مش كلام مرسل اللي أنا هقوله، والكتاب ما بيعرضش كلام مرسل، الكتاب بيعرض كلام موثق. حلو جدا. خش لنا بقى في تفاصيل الكتاب. انت تحديدا، وطبعا الكلمه اللي كريم قالها دي كلمه لها معاني كبيره جدا، يعني ليس النادي اللي هو زي ما بتقال مش المدينه الفاضله بالزبط. ولكن ايه هو الافضل. فخلينا نبدا من هنا. بصي، اي حد بيعمل اول كتاب لي وعن النادي الملكي وعن النادي الاهلي، فالمفترض اللي هو النادي الملكي، فالمفترض ان هو يحاول يعني يغازل جماهير النادي الاهلي. ولكن الحقيقه انا اصلا بطبعي مش بحب المبالغه في اي حاجه تخص النادي الاهلي. انا بحب النادي الاهلي كده، بحبه بمميزاته، بحبه بعيوبه، بحبه بالقيمه اللي بيقدمها على مدار التاريخ، بحبه بانجازاته، بحبه باخفاقاته. فكان دايما ممكن يتصدر للشباب اللي طالع من جماهير النادي الاهلي ان هذا لا يحدث على الاطلاق في النادي الاهلي، ان النادي الاهلي ما فيش فيه اي كلام من هذا القبيل. فانا بدات اشفق على الشباب. ليه؟ لان ما فيش مكان في العالم كده، مفيش حاجه اسمها يوتوبيا، مفيش مدينه فاضله. فبالتالي انا لما اصدر الصوره دي عن النادي الاهلي مع اول شيء سلبي في النادي الاهلي، هنا المشجع او الشاب اللي طالع ده بيفتقد المصداقيه في النادي. فعشان كده كان مهم جدا وانت بتصدر صوره ذهنيه لشباب طالع تقول لهم ان النادي الاهلي ليس المدينه الفاضله ولكنه حريص انه يكون المدينه الافضل. ده معناه ان انت ممكن في وقت من الاوقات على مدار تاريخ تجد اخطاء، تجد قرارات طبعا مش على الصوره الذهنيه للنادي الاهلي، لان في النهايه انت نادي بدا 1907 وافتتح 1909، فبتتكلم على مدار سنوات طويله جدا جدا جدا، اكيد هيمر بالنادي الاهلي اخطاء، اكيد هيمر مشاكل، اكيد هيمر مواقف معالجتها ما كانتش على الصوره الذهنيه للنادي الاهلي. على ذكر المسميات المغلوطه او المسميات اللي بتروح لغير اصحابها الحقيقيين، زي الحاله بتاعت النادي الملكي كمسمى، لقيت ايه بالنسبه لمسمى نادي القرن؟ لا هو بالمناسبه يعني والشيء بالشيء يذكر، هو نادي القرن تقريبا بقى لنا 22 سنه يعني في حاله جدال من اعلام منافس. والحقيقه انا بالنسبه لي الجهه الرسميه المنوط بها منح اللقب هو الكاف،
واثبتنا بما لا يدع مجال للشك ان المعايير اللي تم وضع بها التصنيف اللي تم اتخاذ عليه نادي القرن كانت في 93 ديسمبر 93 وتم نشره في جريده الجمهوريه، ثم في فبراير 1994 وتم نشره في جريده الاهرام. يعني المرجعيه معايير محدده بالزبط. مش اللي يسبق ويحط يافطه مكتوب عليها نادي القرن. لا 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 احنا مش بتوع يافطه احنا بتوع ارقام بتوع انجازات. والحقيقه انا بشكر جدا الاعلام المنافس على مدار 22 سنه خلى اللقب ده ممكن يكون مهم جدا عند جماهير النادي الاهلي. عارف يعني لو انت كنت خدت اللقب ده في 2001 وخلاص الدنيا عدت وكده ومفيش عليه محاوله الجدل دي كان ممكن الجماهير ما تستشعرش قيمه اللقب. لكن الحقيقه احنا بنشكرهم دايما زي في اي وقت بيطلع اي معلومه خاطئه بنشكرهم لانهم بيدونا مساحه اننا نوضح الحقائق للجيل الصاعد. حلو جدا. من الحقائق بقى اللي انت اتكلمت عنها وعايز توضحها خلينا نخش في بعض التفاصيل فيها. ندخل في بعض التفاصيل. النادي الملكي اي حد تيجي تساله معظم المهتمين بالشان الرياضي تكلموا النادي الملكي فبيروح لنادي اخر غير النادي الاهلي، وده بسبب المعلومات اللي بتتكرر او بيجي على باله ريال مدريد تحديدا لو بره مصر يعني. لا هو بره مصر ريال مدريد ده النادي الملكي فعلا لان هو فعلا حاز على الرعايه الملكيه، لكن مين النادي اللي حاز على الرعايه الملكيه في مصر؟ هو النادي الاهلي. بس قبل ما نروح لقصه مين اللي حاز على الرعايه الملكيه او نال شرف الرعايه الملكيه الساميه، لا انا عندي مشكله كبيره جدا الا وهي اغلط او اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الاخرون. وفي وقت من الاوقات مع كثره المعلومه الكاذبه انت ممكن تصدق نفسك برغم ان انت عايش الحدث ده. بمعنى ايه؟ في ناس فعلا بتصدق نفسها. دي حقيقه. وده طبعا لا نقلل من 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 اسم الشخص اللي هنذكره ده على سبيل المثال كابتن حنفي بسطان. كابتن حنفي بسطان احد رموز نادي الزمالك اللي شاركوا في المباراه الشهيره 1944، مشارك في المباراه دي واسم نادي الزمالك اسم فاروق. يعني الاهلي هيلاعب فاروق على نهائي كاس مصر. سبق احداث طبعا انا متكلم عنها في الكتاب، سفر النادي الاهلي لفلسطين واشاط باللاعبين ثم عوده اللاعبين مره اخرى واستبعاد اللاعبين من دوري القاهره، قصه كبيره. لكن انا خليني في النادي الملكي اقول لك ان احد اللاعبين اللي شاركوا لما سمع المعلومه بتتكرر اكتر من مره بشكل خاطئ بدا ينسى الواقع اللي هو عايشه وبدا يردد المعلومه الخاطئه. يعني لو نقدر نسمع الفيديو بتاع كابتن حنفي بسطان حالا. حبيبي والله ما نرجع لك كلمه ابدا، ده انت الغالي. تابعوا معانا اتفضل. 11 كان اسمه نادي اثر النيل، وبعدين سنه 13 بقى المختلط لحد سنه 1944 في حادثه هنا بقى خلته نادي فاروق سنه 44. هي كان حيدر باشا اللي هو رئيس نادينا رئيس النادي وكان رئيس اتحاد الكوره، فالنادي الاهلي كان رئيسه حسنين باشا، فطلبوا انهم يروحوا فلسطين زمان، فحيدر باشا رئيس الاتحاد قال لا النادي الاهلي ده ما يروحش فلسطين ابدا. فالنادي الاهلي عمل تريك كده وغير اسمه الى نادي نجوم القاهره بواسطه مين؟ عبد البقال برضه اللي بيقول سيادتك عليه الكشاف ده. فراحوا رايحين فلسطين بدون اذن الاتحاد. فحيدر باشا رئيس نادي المختلط. فلما رجعوا من هناك سابنا احنا ناخد الدوري وبعدين اعتذروا فدخلهم في الكاس. خد بال سيادتك. وبعدين راح احنا في طريق وهم في طريق فتقابلنا في النهايه في الفاينل جه المباراه بين الاهلي والزمالك. بصينا لقينا حيدر باشا راح جايبنا، مش حيدر باشا ده كان جبار يعني جبروت، فجايبنا قبل الماتش بيوم وقال انا عاوزكم بامر ضروري، راح جايبنا وقاعدين وبتاع وراح جايب المصحف وقال كل لعيب لازم يلعب اللي عليه وبتاع وانا عاوز الكاس المره دي مش عايزه تاني ابدا. ليه؟ قالوا الملك فاروق جاي الماتش عشان يتحقق ان هل حقيقي حيدر باشا بيظلم النادي الاهلي اللي بيغلب له فرقته ولا لا. فبصيت كده حيدر باشا ده كله مش سر. اي والله كده. فبصينا لقينا يوم الماتش رحنا لعبنا في ارض اتحاد القوات المسلحه في القبه والملك فاروق حضر وتشاء الظروف ان احنا نكسب النادي الاهلي 6-0 قدام الملك. ودي حادثه من الاحداث الكبيره اللي في تاريخ اكبر حادثه في تاريخ نادي الزمالك. فجي مرسوم ليلا بان يطلق على النادي المختلط اسم نادي فاروق الاول. ده معناه ان هو انبسط منكم دي جايزه منه يعني. ما هو نادي الملك فاروق كان زملكاوي. كمان يعني ده زملكاوي وشاف 6 جوان ده هايل كده يعني. يعني حاجه خطيره جدا.
طب احنا بنتكلم ان وقتها اصلا كان اسمه نادي الفاروق، فهي دي بقى النقطه. وانت مدعم ده او مطعم ده بمستندات، انت جايب كل حاجه بتقولها او بتوضحها او بتصححها بمستندات. بالظبط، وعشان يعني الجيل اللي طالع، وعشان كمان اي حد شغال في مجال الاعلام الرياضي، لو حضرتك بتجهل المعلومه فاحنا بنقدم لك المعلومه. لو وصلتك المعلومه ما ينفعش تطلع تقول لقب على نادي غير النادي الاهلي، اللقب بالنادي الملكي. غالبا هو شارك يعني، ده شارك في المباراه، ده لاعب في المباراه باسم الملك فاروق. هو الحقيقه زي ما قلت ترديد الاكذوبه، انا عندي صور بتقول ان نادي الزمالك حصل على اسم فاروق، وفي فرق بين انه يحصل على الرعايه وانه يحصل على اسم فاروق. ليه؟ لان نادي الزمالك كان احد 17 18 نادي نالوا او حصلوا على اسم فاروق الامير فاروق، في سواء نادي طنطا، في بلديه المحله، في بني سويف، في بورسعيد. يبقى كل الانديه دي ملكيه. ملكيه بالظبط كده، لكن هو نادي واحد اللي كان بيطلق عليه النادي الملكي. ممكن نستعرض صوره يعني ايه تسميه نادي المختلط بنادي فاروق، وهي 27/6/1941. دي الصوره دي. ايوه طبعا اللي كاتبها طبعا ابراهيم علام جهينة، وده احد الناس اللي ساهمت في تمصير نادي الزمالك. يعني خط النادي المختلط خطواته الرابعه، وبيتحدث عن اربع خطوات، لكن منها الخطوه اللي هي اسماها من وجهه نظره الخطوه الاولى دور التاسيس، الخطوه الثانيه غير مستقره، لكن احنا بنتكلم في الخطوه الرابعه وهي اوسع الخطوات واسماها، وهي التخلص بتاتا من هذه التسميه اللي هي ايه المختلط. أيوه. وهي خطوه جعلت من هذا المختلط ناديا مصريا يتشرف باسم حضره صاحب الجلاله فاروق الاول زعيم الشباب ونهضتنا الرياضيه، ثم برعايه جلالته الساميه. وإذن الخطوه حملت هذا النادي عبء سياسه انشائيه لا نشك لحفله في ان سعاده في ان سعاده حيدر باشا ساهم على تحقيقها بما عرف عنه من اخلاص وسمو ان شاء الله. ده امتى؟ 27/6/1941، يعني قبل المباراه اللي بيتكلم عنها الكابتن حنفي بسطان اللي شارك فيها بثلاث سنين، لان المباراه الثانيه كانت 2/6/1944. في نفس المقاله دي نادي طنطا الصوره اللي بعدها كان بيحصل ايضا على اسم من اسماء الملك، وهو نادي فؤاد الاول. اذا القصه باختصار شديد، حيدر باشا رئيس الاتحاد ورئيس نادي الزمالك حب يتخلص من اسم المختلط، ففي سنه 1941 طلب من جلاله الملك فاروق احنا عاوزين نتشرف بان اسم المختلط ده النادي ده يبقى اسمه نادي فاروق على سبيل التمصير. يعني يعني اسم المختلط كان نسبه للمحاكم المختلطه طبعاً، فكان يعني شعبيته مش افضل حاجه بالنسبه للشعب المصري، فحصل وطني بما يكفي من وجهه نظر الشعب وقتها، من وجهه نظر الشعب. عشان التمصير تم قبل كده، عشان برضو بننقل التاريخ. يعني هو طبعا يعني كان نسبه للمحاكم المختلطه ومرزباخ مؤسس نادي الزمالك، ثم بعد كده ابراهيم علام جهينة في بدايه العشرينات ساهم في تمصير النادي. في الوقت ده كانت سيئه السمعه الى حد ده اكيد، وبالتالي اسم النادي كان يعني مش جاذب للجماهير باستثناء الفتره اللي لعب فيها حسين حجازي، لان حسين حجازي كان بيروح بجماهيره لاي نادي. فهنا اسم النادي فاروق اصبح سنه 1940 قبل المباراه بثلاث سنوات. اللي حصل ان كتر ترديد المعلومه الغلط خلى اللي شارك في المباراه نسي ان هو اصلا بيشارك باسم فاروق. فدي كانت نقطة مهمة جدا ان احنا نوضحها، وتحديدا بقى ما قبل 1941 وما بعد 1941 حتى 1952 عندي ما يثبت بقى مين هو النادي الملكي. وهو وانت كل الاثباتات دي عموما يعني كتابك بيتضمنها. بالمناسبة اللي اللي يفر في الفهرس اكيد هيقف عند عنوان بطولات عبد البقال. لازم نقف عند بطولات عبد البقال، ومين هو عبد البقال، وايه هي البطولات بتاعة عبد البقال. ده اكيد، ده اكيد. خليني اقول ان ده اول حاجة اهتميت بسببها بحث التاريخ، لان رحمه الله عليه الكابتن عادل هيكل هو اللي طلع تحدث في بعض الوسائل الاعلاميه عن ان المباراه دي كان اثنين لعيبه من الترسانه او نادي الترسانه سايبين المباراه، مفوتين المباراه يعني للنادي الاهلي. ففي اتهامات بالرشوه وقتها. في اتهام بالتفويت وحاجه من هذا القبيل. فانا بالنسبه لي عشان اكون امين في حته المناظرات، لما بيطلع مسؤول او شخص كان عندك او لاعب كان عندك بتبقى محتاج مجهود مضاعف، لان الطرف الاخر يقول لك ايه، هو انا اللي بقول ده كابتن عندكم هو اللي بيقول طبعا. فكان الموضوع محتاج بحث جديد. طيب البحث ده متوقف عند كلام هيترد عليه بكلام، ولا برضه هيترد عليه بكلام مثبت؟ بحثت في الفتره دي وفي الحقبه دي، احنا من 62 بعد ما حصلنا على 11 بطوله الدوري حتى السبعينات بالست سنين اللي كان فيهم حرب ما كناش بنعرف ناخد بطوله. مرينا بخمس سنوات صعبة جدا، شاركنا في 10 بطولات
خمس بطولات كاس خسرنا اربعه وخمس بطولات دوري خسرناهم. فبدات افكر هو لو عبده البقال ده بيشتري المباريات اشمعنى المباراه دي؟ ولو انت هتشتري مباراه هل هتشتريها من فريق بطل ولا من فريق ملوش طموحات في البطوله؟ اكيد من فريق ملوش طموحات في البطوله. الترسانه في البطوله دي او في المباراه دي كان حامل لقب البطوله السابقه. الترسانه كان وقتها واخد اتنين دوري. الترسانه كان فريق بطل. وقلت بعدها ان الكابتن عبد البقال مات سنه بعد سنه 1978. الظروف اللي مرينا بيها في سنه 66 هي نفس الظروف اللي مرينا بيها سنه 78. خسرنا دوري وقابلنا الزمالك في النهائي. فلو احنا قدرنا اننا نشتري نادي الترسانه بالمصطلحات اللي هم بيقولوها طب ما اشتريتش، يبقى انا كده اشتريت نادي الزمالك ماتش 4-2 كنت مغلوب 2-1 ونزلت كسبت 4-2. وفي الفتره دي بطولات النادي الاهلي كانت من 10 بطولات محليه بطوله واحده. خرجنا من الكاس على ايد القناه والقناه هبطت للدرجه الثانيه، ما اشتريتش ليه مباراه القناه. لعبت الاتحاد السكندري وخسرت، لعبت مباريات كثيره جدا مع انديه ما حققتش البطولات وخسرت. طب ما انا كنت سهل ان انا يعني اروح للانديه دي يعني. بالظبط النقطه اللي انت بتتكلم فيها دي مهمه جدا يا اسامه، لان بيتم تدارك مش هقول تاني من جماهير الانديه المنافسه، انا هقول من قله، هم بيبقوا عارفين نفسهم معانا كده ماشيين، واولادهم وبعد كده احفادهم على مدار التاريخ يعني مجموعه كده احنا عارفينها. فالمهم دايما يقول لك الاهلي كسب المباراه الفلانيه او البطوله الفلانيه بالحكام، لا ده مش ده، حتى هنا بتتكلم في 1966 بيقول لك بالرشوه، مش يعني دايما في تشكيك في تاريخ بطولات النادي الاهلي، وده كانه تحس ان هو يعني اي حد ممكن يلقط كده، لا دي حاجه ممنهجه، يعني على اي اساس انت بتتم او بيتم اتهامنا بهذا الشكل على مدار التاريخ من سنوات، شوف من كام لغايه دلوقتي. فموضوع يعني عارف بقى مضحك بمعنى اصح، بس لازم يترد عليه. لا وهما لازم يعملوا كده عشان يقدروا يتعايشوا مع الواقع، ده اسمه ميكانيزم دفاعي. الله حلو ده، والله العظيم حلو ده. هو ده ميكانيزم دفاعي. صح. الاعلام صور في فتره من فترات كابتن محمد لطيف رحمه الله عليه ان نادي الزمالك ند للنادي الاهلي، فالجيل اللي صاعد بيشجع نادي الزمالك عايز يشوف النديه دي، فمش بيلاقي النديه دي فهو اصطدم بواقع. فالحل ايه؟ ميكانيزم دفاعي. ايه هو؟ التشكيك في بطولات الفريق ده عشان اقدر اتعايش مع الواقع بتاعي. بس ينفع الفكر ده يبقى ممتد عبر عشرات السنوات؟ طبعا ده كانه قانون ملزم بالنسبه لهم يعني. ما خدناش البطوله يبقى نشكك في اللي خدها. لا ما دي جينات، ده جينات. لا زي ما لا زي ما جميل الاهلي جينات، جميل يبقى زي ما هودي بتقول فعلا هم الجدود والاباء والاحفاد بيتوارثوها كده. انا هقول لك حاجه، بس احنا بنتكلم عن فئه برضه معينه، احنا كلامنا انا هقول حاجه مضحكه يعني. كان في ماتش اللي هو 82 بتاع جول كابتن حسن شحاته، كابتن حسن شحاته طلع قال اسم حامل الرايه ان هو زملكاوي متعصب جدا. وهو مين؟ ابو الكابتن ياسر عبد الرؤوف اللي هو خبير تحكيمي حاليا في قناه نادي الزمالك. كان مين بقى اللي بيساله؟ كريم حسن شحاته. يعني انت متخيل كابتن حسن شحاته بطل كوره، جاء ابنه طلع مذيع، فبيسال ابن الخبير التحكيم الحكم، فهي متكمله يعني. ياسر عبد الرؤوف لما يجيب ولد ويطلع حكم، وكريم حسن شحاته يجيب ولد يطلع اعلامي، فنلاقي بعد 20 سنه فاكرين جون حسن شحاته سنه 82. فهي القصه جينات، وده بالنسبه لي تفسيري له ان هو ميكانيزم دفاعي. لكن لو اتكلمنا عن التفويت، الواقعه الوحيده في سجل اتحاد كره القدم من حيث التفويت كانت سنه 1961. كان وقتها يعني رئيس الاتحاد المشير عبد الحكيم عامر اخو رئيس نادي الزمالك طبعا المهندس حسن عامر، وكان المتهم فيها لعيب الزمالك ولعيب الترسانه ولاعبي المحله. دي الواقع الرسميه، ما دون ذلك كلها كلام مرسل. وانا ما بروحش للكلام المرسل. رائع جدا. ايه تاني من الحاجات اللي انت رديت عليها برضو؟ بصي، هو كان في موضوع مهم جدا اتطرح وهو تاسيس النادي الاهلي ووجود ادريس بك راغب في المؤسسين لنادي الاهلي. فاخدنا الموضوع ببساطه كده، لقينا اعلامي يعني في بعض الاوقات برضو يعني بكن له كل تقدير واحترام لثقافته، ولكن التعصب بيخليك دايما تبدا تقول كلام مغلوط لانك اتعصبت الفكره. ففي وقت تعصب للفكره دي قال ان النادي الاهلي نادي ماسوني ومؤسسه ماسوني، وطبعا ده لا ده احنا بعدنا قوي. فطبعا احنا في حته ثانيه. فطبعا يعني الموضوع يعني احنا كده ماسونيين. انا ولا واد ماسوني انت معايا ماسونيين احمد اسامه ماسوني الاول. يلا يا ماسوني. الموضوع والله صعب جدا. فقلت له انت جايب ده منين؟ قال لك من محاضر جلستنا ده. طب تعالى اوريك محاضر جلستنا ده اللي بتقول ايه. بتقول ان النادي الاهلي عمل قرض 2000 جنيه عاجبك انت الفكره؟ ما ينفعش تعدي كده الصراحه. في حاجات والله يعني فوق سقف التوقعات.
المهم عمل قرض 2000 جنيه 2000 جنيه وهو مسدد مثلا وباني كام محفل 51 محفل تقريبا فلو هو عايز يبني النادي الاهلي الغرفتين والصاله الصغيرين دول المبنى الاداري ليه رحنا عملنا قرض اصلا مكان دفع المبالغ الماليه دي وليه تجاهلت عمر بيك لطفي طبعا وليه تجاهلت اسماعيل باشا سري ليه تجاهلت الحاجات دي بقى اخش بقى في الكلام المهم وليه تجاهلت طلعت باشا حرب طبعا يعني طبعا يعني عمر بيك لطفي وطلعت باشا حرب يعني كانوا من 10 شخصيات مؤثره في تاريخ مصر لما بتتكلم على ابو التعاون عمر بيك لطفي وبتتكلم عن ابو الاقتصاد طلعت باشا حرب انت بتتجاهلهم ليه بتتجاهل ده ليه صحيح فاهمني فطبعا وضحت الكلام ده انت الدافع اللي خلاك تنتهج النهج ده في كتابك هل كان من منطلق اهلاويتك البحته ولا من منطلق ان انت برضو خدت في الحسبان ان احنا بنتكلم على النادي الاهلي اللي يعني فيه شوف كام مليون مصري جوه مصر بس يعني من عشاقه فبالتالي فكره انتشار محتوى الكتاب ده او كتاب ذات نفسه ممكن تبقى كبير يعني بصيت لموضوع الكتاب من اي زاويه والله بص انا الموضوع خدته من بعد فلسفي يعني انا بحب سقراط وفترة الحضارة اليونانية كانت هتنهار بسبب السوفسطائيين، السوفسطائيين دولت عندهم هم ملوك الخطابة يقدروا يتكلموا عن الشيء ونقيده ويقنعوك بالشيء ونقيده. فسقراط كان ممكن يروح بقى يقعد في المعزل بتاعه ويقول الناس دي انا عارف ان هم بيقولوا كلام ونقيده مناقشاتهم بيزنطية وريح دماغي وخلاص ولكن الراجل خد قرار ان هو يتصدى للكلام ده. لأن كان واثق ان الكلام ده لو انتشر هيؤدي إلى انهيار الحضارة، هي اتأخرت انهيار الحضارة شوية. فانا خدت المبدا ده قصه ان انت ما ينفعش تسمع كلام مغلوط وانت عندك المعلومه السليمه وتكبر دماغه وتقول اصل يعني خليهم يقولوا الكلام المغلوط دي نقطه صعبه جدا لان في النهايه انت بتخاطب اجيال هتصعد او صاعده هتسمع صوت واحد طب فهتضمن منين ان الصوت ده مش الحقيقي فانت لازم توضح الحقيقه فهو ده كان المنهج في انك تبحث في التاريخ لما يتكلموا عن واقع فتبدا تقول يا جماعه الواقعه دي غلط الواقعه دي كذا 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 دون تطاول او تجاوز يعني احنا لا بنتطاول ولا بنتجاوز لكن ولا حتى بنقبل اننا نقول معلومه غلط يعني لو قلنا معلومه غلط بيكون يعني بدون قصد يعني في وقت من الاوقات اتقال ان النادي الاهلي فاز على الزمالك 9-1 انا قبل ما انشر الكلام ده رحت بحثت فلقيت ان الصوره دي معموله فوتوشوب والفوز كان 4-1 قمت انا طالع عندي وموضح يا جماعه الفوز 4-1 مش 9-1 كان سهل جدا اسيب حتى الناس تبدا تقول انت بتتكلم بالحق تسعة بقى ملهاش علاقه انا في النهايه عايز اطلع حتى وانت بتدافع عن قضيتك تبقى عارف ان انت واقف على الصدر طبعا في حاجه اسمها النبل في الخصومه حلو ده حقيقي لو افترضنا ان في خصومه او ان في ضغينه بس النبل مطلوب في كل الاحوال بالظبط هي نفسها فهو ده كان الـ الهدف من قصه وانت بتبحث بقى في التاريخ والمراجع والحاجات وكلام من ده عايز اسالك على حاجه يعني مش عارف هل هي موجوده في لسه هقرا الكتاب ان شاء الله ان شاء الله واكيد هلاقيها موجوده بشكل او باخر حتى ولو ما بين السطور بس في دايما عبارات برضو من العبارات اللي بتتوارثها الاجيال ورا اجيال من الاهلاويه عباره من عينه الاهلي بمن حضر وجمله من عينه روح الفانيلا الحمراء عبر التاريخ شفت لهم وجود شفت لهم انعكاسات طبعا مراحل معينه طبعا طبعا وانا متفاهم جدا ان هم ازاي القصه دي لازم يكسروها ليه بقى؟ لان انت لما جيل بيسلم جيل بتتحول عندك لعقيده عقيده رياضيه يعني طبعا. فبالتالي انت بتصدق نفسك والكلام البعد النفسي ده في كره القدم مفهوم جدا كان في بعض اللاعبين بينزل يعني مع البانه بينزل ملعب يروح يرميها في نصف الملعب الاخر لاعب تاني هو نازل لازم ينط نطتين على رجله اليمين ففي احوال كده لازم يعملها بيتفائل بيها هي ممكن ما تكونش مؤثره في المباراه ولكن على الاقل هي بتريحه نفسيا مرضيه ليه هو بالظبط ان هو يؤدي في افضل حال ليه نفس القصه دي الاهلي بمن حضر بيخلي دايما وقت النقص في القايمه في اصابات في اي حاجه من هذا القبيل وبتلاعب فريق قوي فبتبدا تستجمع ايه خد بالك احنا الاهلي بمن حضر هل كل المباريات هنبقى الاهلي بمن حضر لا طبعا بس لما اجي لما اقول ان انا اوقفت 16 لاعب ايقاف تربوي وواجهت نادي الزمالك في الثمانينات بجيل كان اسمه العتاوله وفوز عليه 3-2 بمجموعه شباب لا ده لازم احطه لما اجي اقول ان انا ايقاف تربوي طبعا 16 لاعب كان ازمه شهيره كان الكابتن محمود الجواري هو المدير الفني للنادي الاهلي وبعض اللاعبين تضمنوا مع الكابتن محمود الجواري وقتها الكابتن حسن حمدي كان المشرف على الكره وكان مسؤول عن ملف كره القدم فقرر قرار والكابتن صالح سليم يعني وافق عليه بايقاف 16 لاعب في مواجهه نادي الزمالك كان بقى كوارشي وفاروق جعفر واسماء كان اسمهم فعلا عتاوله اسمهم العتاوله
ومع ذلك لا، انا عايز اقول لك حاجه، يعني كابتن بدر رجب كان بيحكي حاجه، بيقول احنا صغيرين ونازلين الملعب لقينا جماهير الزمالك بتعد الواحد من 1 لـ10، يعني الثقه عند جماهير الزمالك ان فريق العتاوله ده يكسب 10. فاذا بفريق الشباب ده يعني بيستدعي روح الفانيله الحمراء بقى والاهلي بمن حضر وبيفوز على نادي الزمالك، فبنصعد للنهائي بنفوز على نادي الزمالك وبناخد بطوله. فده جزء ما ينفعش اغفله طبعا، لازم طبعًا. ان انا اخد منه دعم لما اجي مثلا امام مونتري المكسيكي في البطوله قبل الماضيه اللي خلاص، أيوه. البطوله اللي فات دي وناقص 15 ولا 14 لاعب، وبلاعب مونتري المكسيكي ده اللي سبق وفاز على جيل ذهبي بخماسيه رقم كبير، فلازم استدعي الاهلي بمن حضر. فيجي محمد هاني يسجل هدف واصعد في مباراه تاريخيه، فلازم استدعي ده، عشان ده ايه بيخليني ادي باور وقوه لاي ظرف استثنائي انا بمر بيه، في نقص في شورت في القائمه او في الفريق. فطبعا يعني صعب جدا على المنافس. يعني هقول لك حاجه مهمه جدا، انا مستمتعه جدا وانا بسمعك بجد يا احمد، ربنا يعني متاكده ان الساده دلوقتي المشاهدين كمان يعني يا رب. لا طريقه سردك وانت بتجيب وقائع وبتجيب او بتلمس كمان امور احنا تهمنا كجماهير نادي اهلي جدا، الحمد لله. يعني الحمد لله، وكلام موضوعي جدا هو ده اهم حاجه، ان يعني انت دايما تكون تحاول توصل الموضوعيه. يعني كنت بتكلم عن نقطه الاهلي من حضر، كابتن احمد حسام ميدو وهو بيدرب نادي الزمالك كان له تصريح شهير جدا، قال لك لاعبي نادي الزمالك انا بفرجهم على فيديوهات عشان بينزلوا مهزومين نفسيا من النادي الاهلي. هو ده اللي انت بترسخه، ان انت ممكن تيجي ماتشات تكون عندك نقص لاعب 2 3 وتخسر، فيطلع يقول لك ايه هو فين بقى الاهلي من حضر. ما انا ما بقولش ان انا طول الوقت هكسب، مفيش فريق في العالم طول الوقت اصلا بيكسب، هو مكتمل. فاكيد وانا عندي بعض النواقص اكيد هتعرض للخساره، صحيح. فعشان كده احنا لازم نصر على روح الفانيله الحمراء، نفضل دايما على الاهلي بمن حضر، نفضل دايما احنا الاهلي نادي المبادئ، حتى لو في بعض الاوقات في خلل في بعض الاخفاقات نبقى مكملين. وعشان كده قلت ايه، لسنا المدينه الفاضله ولكننا المدينه الافضل، احنا بنحاول نصل لاعلى درجه من درجات تاريخ النادي الاهلي، موروثات النادي الاهلي. الفكره الكيان وفكره موروثات النادي الاهلي برضه فكره يعني موضوع عليه علامه استفهام، ازاي احنا فعلا بنتوارث جيل ورا جيل خصائص معينه بافكار معينه بمبادئ معينه، هتلاقي جماهير النادي الاهلي هتقدر تكتشفها بجد لو انت قاعد في مكان وما تعرفش الجماهير ايه، هتقدر تعرفهم مكانك بجد. الموضوع احنا مش بنبالغ فيه، انا بكلم حضرتكم بجد حاجه ملموسه، ايه السر في ده برضه؟ بص هو يعني ده يعني في كتاب سيكولوجيه الجماهير، طريقه اعتراضنا، طريقه فرحنا، طريقه حزننا، عارف يا احمد واحده ما بنعديش سقف معين، ما بنهنش حد، يعني في لا احنا لينا تركيبه، لان هي دي تركيبه اسمها سيكولوجيا الجماهير، اللي هو كتب يعني في كتاب سيكولوجيه الجماهير اتكلم في النقطه دي، وبدا ان انت متواجد في مدرج معين بتبدا تشوف الكبار بيقولوا للصغار ايه اللي بينتقل من جيل لجيل في التشجيع، مين وانا قاعد جنب الشاشه ببقى قاعد مثلا بابا ولا عمي قاعد وانا الدقيقه 90 ومصدق ان انا هجيب جول، فيجي الجول فيغرس عندي دي انا اكبر بالظبط، فهي بتتورث بالشكل ده. فسمات جماهير النادي الاهلي واضحه ومعروفه، سمات الجماهير المنافسه واضحه ومعروفه، والاثنين ثابتين من قديم الازل، ده طبيعي لان كل فتره بيجي يرسخ اكتر. يعني كل فتره لما انا بكلمك عن 86 وانت بتلعب بدون الفريق الاول وبتكسب الزمالك، لا ده انت لو رجعت ل 28 و29 و30 و31 كان في لاعب اسمه حسين حجازي بيروح اي نادي الجماهير تنتقل وراه. النادي الاهلي في قرار تربوي ايضا عشان ما طلعش يستلم ميداليه المركز الثاني امام الترسانه في نهائي الكاس استغنى عنه، راح نادي الزمالك. النادي الاهلي حقق ثلاثيه، وعشان كده انا حابب اشكر جدا مختار التتش اللي هو بيتم يعني اغفاله بشكل كبير على مستوى الرياضه المصريه، لم يتفوق حسين حجازي على مختار التتش، قدر النادي الاهلي يفوز بال3 بطولات في الفتره دي. وعشان كده دايما بقول لك ان من 32 86 بنتكلم في 2020 عماله الموروثات والسيكولوجيه بتتاكد عند جماهير النادي الاهلي. عشان كده لما القضيه جت كان حازم امام كابتن نادي الزمالك حازم امام الصغير قال ايه؟ قال انا كنت متخيل اننا هنتعادل، لكن اول لما بصيت على شاشه الملعب ولقيت نفسنا في الدقيقه 86 قلت مش هنحقق التعادل. ده ايه؟ وصل له المرحله غير النادي الاهلي، تخيل العكس، النادي الاهلي حتى لو مش حاجه التعادل بس هيبقى قاعد بيلعب لغايه اخر دقيقه طبعا، ده احنا التعادل بالظبط. طيب برضو عشان نعرف الناس يعني ولو بشكل نبذه مختصر عن محتوى الكتاب من خلال استعراض عناوين الفصول المختلفه اللي فيه، احنا الجزء بتاع الماسوريه خلاص اتكلمنا فيه وعبده البقال ناقشناه، هبوط اضطراري هبوط اضطراري
الفتره اللي هي من 62 ل 67 بعد صعود النادي الاهلي للقمه تم تعيين محافظ القاهره وقتها اللي هو صلاح الدسوقي يكون رئيس النادي الاهلي. ودي كانت اصعب فتره اداريه وفنيه وجماهيريه تمر على النادي الاهلي. فتره صعبه جدا، انت مستحوذ على البطولات بعد يعني المهندس احمد عبود باشا رئيس النادي الاهلي، 23 بطوله في 24 سنه، 11 دوري من 12، بتيجي الدنيا كلها تتغير تختلف، النادي الاهلي يبعد تماما عن البطولات، النادي الاهلي في دور في دوري مجموعات بياخد مركز خامس، النادي الاهلي ده كان بسبب الخلل الاداري اللي كان موجود اللي عمل ذبذبه او عدم استقرار مع الفريق. بص، النادي الاهلي لا ينجح معه رئيس معين على عكس الانديه الاخرى، لا ينجح الا الرئيس المعين. لكن النادي الاهلي جمعيته العموميه هي اللي عارفه مصلحته اكتر من اي شيء، وبالتالي كل رئيس تم اختياره الجمعيه العموميه كان النجاح. الاستثناء الوحيد للتعيين هو الفريق مرتجي. الاستثناء الوحيد هو الفريق مرتجي، رجل عسكري وما كانش عنده الخبرات الكافيه لاداره النادي، ولكن هو جاء عنده الخبرات الكافيه العسكريه، فجاء حط حاله الانضباط بعد الانفلات خلال 5 سنوات في عهد رئيس النادي صلاح الدسوقي، لدرجه ان هو لما الجماهير غضبت واعترضت على رئيس النادي ومجلس اداره هو اقال مجلس اداره وعين مجلس اداره جديد برئاسته. حلو جدا. فده كان حاله من حالات هبوط في حاله النادي الاهلي. صحيح. فبدا الناس تقول ما هو الانقاذ تم من زملكاوي. لا، الانقاذ ما تمش من زملكاوي. الانقاذ تم لان النادي الاهلي في 66 قدر ان هو يصل الى مرحله ان هو يحقق بطوله كاس. انا بالنسبه لي لما اكون عامل 23 بطوله في 14 سنه ما ينفعش في 5 سنين من 10 بطولات اخد بطوله كاس ويبقى انقاذ. لا، انقاذ النادي ان هو يعود مره اخرى اللي هو للرياده. والفتره دي تحديدا بتوضح ان مشاكل الانديه المنافسه والاعلام المنافس مع النادي الاهلي مشاكل مش محطوطه على اسس سليمه. ليه؟ لان النادي الاهلي لما غاب عن السيطره على الساحه، نادي الزمالك خد بطولتين دوري، نادي الترسانه خد بطولتين دوري، المحله خد بطوله دوري، الاولمبي خد بطوله دوري، الاسماعيلي خد بطوله دوري، الترسانه خد كاس، الاتحاد خد كاس، القناه خد كاس. اقصد ان البطولات ما ظهرش فيها فريق مسيطر. السيطره في كره القدم فقط النادي الاهلي. لما بيغيب النادي الاهلي يستطيع اي نادي ان يكون بطل باختصار شديد. رائع جدا. بس انا عايز اتكلم في حته الاداره الفتره دي، فعلا ده بيحصل في كل انديه العالم. احنا شفنا ده حتى مع مان يونايتد، شفنا ده مع برشلونه، وشفنا ده في كذا نادي قبل كده حتى بدايه مع بي اس جي. فواضح ان موضوع الاداره وعدم الاستقرار فيها ده نتيجه طبيعيه، بس فكره وقتها ان احنا كان 5 سنين نقعد، هل ده كان وقتها زياده ولا كان امر طبيعي او سنوات طبيعيه؟ لا لا لا، كان ده دي يعني تاريخيا ال5 سنوات الأسوأ في تاريخ النادي الاهلي، ولولا جماهير النادي الاهلي كان ممكن السنوات دي تطول. برغم ان النادي الاهلي كان بيحقق نتائج سلبيه جدا، يعني لما يكون الدوري 21 مباراه بيفوز 7، بيتعادل 7، بيتهزم 7، ده مش النادي البطل. لا، ده مش النادي الاهلي طبعا. كان ايه اللي بيحصل بقى؟ وده اللي هيرجعنا للنادي الملكي. لما النادي الاهلي حصل على الرعايه الملكيه كان قبل كل موسم بتتلعب مباراه ما بين الاهلي والاتحاد السكندري بيحضرها الملك او على شرف الملك قبل الموسم. المباراه دي كانت بتبقى ممتلئه عن اخرها سواء جماهير النادي الاهلي او جماهير الاتحاد السكندري، وعشان كده جماهير النادي الاهلي قالت ايه؟ على المره والحلوه معاه. مفيش امر. وهنا نيجي للحلوه والمره معاك. مفيش امر على النادي الاهلي من ال5 سنوات دول. وكانت الجماهير هي الداعمه، هي البوصله، هي المؤشر اللي تحولت بعد كده. وانا دايما بقول الجمله دي ان جماهير النادي الاهلي واعضاء الجمعيه للنادي الاهلي هم نسري او جناحي نسر النادي الاهلي. هم اللي بيحلقوا بالنادي الاهلي، وعشان كده ما تلاقيش جناح رايح في مكان وجناح رايح في مكان تاني، دايما بتتفق رغبه اعضاء الجمعيه العموميه مع رغبه جماهير النادي الاهلي. على ذكر الجماهير، احنا متفقين اكيد ان جماهير النادي الاهلي بتتسم بالمنطق الشديد والموضوعيه حتى في لحظات التحفيل المتبادل، واللي ساعات بتبقى لطيفه الى حد ما لو ما عدتش مرحله بالزبط معينه بيننا وبين جماهير الفريق الغريم التقليدي للنادي الاهلي. في المقابل بنشوف عمليات تشكيك، بنشوف عمليات انكار، بنشوف عمليات غفله متعمده، يعني فاهم ازاي؟ هل ده موجود في اي جماهير تانية لغريمين تقليديين؟ يعني لو بنتكلم على اسبانيا مثلا، هل جماهير ريال مدريد بتتعرض اللي احنا بنتعرض له هنا من الغريم التقليدي من جماهير برشلونه او العكس؟
امال اشمعنى احنا اللي كده؟ يعني ايه احنا اللي كده؟ اي تنافس بيكون في صعوبات، يعني لو رحت حتى الارجنتين هتلاقي ريفر بليت وبوكا جونيور، يعني الموضوع بينهم صعب جدا جدا وقاسي جدا. الحاجات الكلاسيكو لكن الحقيقه مفيش من وجهه من خلال يعني الترشق متابعتي والتلاسل والنوع ده بنقول عندنا احنا بس. لا مش هي ريت ترشق، هو قصه تشكيك في كل شيء. يعني القصه انت لو تشكيك في حكام، تشكيك في رئيس لجنه حكام، تشكيك في اتحاد الكوره، تشكيك في اعلاميين، تشكيك في الكوره ذات نفسها. لا طب انا اقول لك، لو انا منتمي اصلا ولاعب سابق في النادي ده وطلعت قلت راي منطقي بشكك فيه وفي انتمائه. فالقصه لا، القصه صعبه. احنا يعني احنا بنعاني بالتاكيد، ولكن احنا قادرين على هذه المعاناه. هي طب بص بقى، فاضل 5 دقايق احمد، فاحنا عايزين نحاول على قد ما نقدر نروح معاك لكذا حاجه. خلينا نكمل كمان انقاذ الصدفه، ده كان ايه؟ لا انا عايز قبل انقاذ الصدفه انا عايز قبل اللي هو بطوله الكاس. طيب اللي احنا خدناه، لكن لازم نثبت بس بصورتين الخطاب اللي جاء من ديوان الملك للنادي الاهلي 1929 يشمل. لو جاهز نعرضه يا جماعه. النادي الاهلي برعايته، ده مهم جدا عشان احنا بنتكلم 1929، فالموضوع منتهي. الزمالك 1941، وعلى هذا الاساس اهو بالظبط. ده يعني حضرتك جبت الحاجات دي منين برضه؟ ده من محاضر جلسات النادي الاهلي. رحت حضره صاحب المعالي جعفر ولي باشا رئيس النادي الاهلي للرياضه البدنيه، اقتضت اراده حضره صاحب الجلاله مولانا الملك ان يشمل ناديكم بالرعايه الساميه، واني اتشرف بابلاغ معاليكم هذا النطق الكريم راجيا التفضل بقبول وافر الاحترام. 8 يناير 1929 ده خطاب كبير الامناء سعيد ذو الفقار. خطاب تاني في جو اكسلانساتي قوي. خد بالك الرقي كله ملك بقى يعني كبير الامناء طبعا. في خطاب تاني بعده اللي هو كمان ان يتحول اسم ملعب النادي الاهلي لملعب الامير فاروق رئيس النادي الاهلي للرياضه البدنيه بالجزيره، اقتضت اراده ايضا حضره صاحب الجلاله الملك ان ياذن لناديكم بتسميه ملعبه الجديد باسم حضره صاحب السمو الملكي الامير فاروق ولي عهد المملكه المصريه ايضا في 8 يناير 1929. فالموضوع لو هو انت حابب القاب يعني بدون السند قول اللي انت عايزه، كل واحد بيشوفه اللي هو عايزه افضل حاجه، لكن انا هنا بطرح المعلومه. على فكره وارد جدا لجماهير النادي الاهلي لا تحب لقب النادي الملكي، لان لقب نادي القرن هو الاقرب، لقب نادي الشعب والاحب، لقب النادي الاهلي يكفي، النادي الاهلي لوحده لقب. ولكن ده توضيح بالظبط كده، ده توضيح لمعلومات والارث، وده اللي حصل. وعشان كده كان دايما بيتلعب مباراه النادي اللي خد بقى الملكيه بعد النادي الاهلي مين؟ نادي الاتحاد السكندري. دول الناديين فقط لا غير اللي حصلوا على الرعايه الساميه. ومن 1937 حتى 1952 قبل كل موسم كروي بيتلعب مباراه ما بين الاهلي والاتحاد السكندري بيحضرها الملك او من ينوب عن الملك. فقط. دي نقطة عشان فاحنا ممكن ندخل الصراع ده مع نادي الاتحاد. انت تشوف لك صرفه بقى، بقول لك ايه، تشوف لك صرفه، انت لازم تيجي معانا يعني مش هقول لك يوميا بس على الاقل مره في الاسبوع. لان التاريخ خلي بالك انت كمان تصديت لملف مهم جدا. وفكره التاريخ بكل ما فيه من تشويق وبصفه خاصه في حاله النادي الاهلي، لان النادي الاهلي يعني تاريخه يا له من تاريخ حقيقه ومليان تفاصيل جديره بالتامل والتوقف امامها وتناولها بالنقد والتحليل، مش من منطلق رد على يعني مشككين، ولكن حتى من باب ان الاجيال الجديده من الاهلاويه وجماهير النادي الاهلي لازم تبقى عارفه الكلام اللي بيتقال. بالظبط ده حقيقي. وكمان بامانه يعني انا دايما مش بحب اسلوب المبالغه، لا وضح عندنا في احيان بيكون عندنا اخطاء طبيعيه جدا لازم نتعامل مع ده، لازم نحل ده. في مواقف مثلا يكون التعامل معها مش على قدر الصوره الذهنيه للنادي الاهلي المنقوله، لازم تتعامل مع ده عشان تبقى فاهم كويس قوي ان انت في النهايه انت بتشجع نادي عظيم، نادي فيه اخطاء، نادي فيه مميزات، ولكن المميزات تغي عن الاخطاء. هو ده الاهم. وكمان في حاجه واضحه جدا زي ما بنقول كده، دستور غير مكتوب بيبقى دايما هو البوصله لينا. لو مجلس الاداره في القرارات دي بيعمل ايه؟ عندنا الارث اللي نقوله. الجماهير في المواقف دي بتعمل ايه؟ عندنا الارث اللي بنقوله. يعني كاس العالم للانديه لما بقول دايما ان في جيل العظيم جيل ابو تريكه خدنا مركز سادس، الجماهير راحت استقبلت اللعيبه في المطار سنه 2009. احنا المره دي خدنا مركز رابع، عملنا اداء مشرف جدا، ولكن الحقيقه يعني ما كناش محظوظين بالميداليه. فحصل ضغط كبير جدا على الجيل الحالي اللي انا بشوف لا ده انت محقق 2 برونزيه متتالي، انت مقدم اداء رائع جدا قدام ريال مدريد اشاد بيه الصحف الاوروبيه اس وماركا وصحف اخرى، وبتتكلم عن فوز ريال مدريد الهاش لكيب، اتكلمت عن فوز ريال مدريد الهاش ازاي الشحات كان كابوس لكامافينجا. فكل الحاجات دي لازم نحطها في الاعتبار. احنا حطينا اساس قوي جدا الا هو مدير فني قوي جدا، عندنا بعض النواقص في بعض المراكز ده دور مجلس اداره ان هو يوفرها مع المدير الفني، ونبدا نبني لمرحله قادمه ان شاء الله بالدعم المشروط
بالعمل. انا دايما بقول كده، انا في قناه النادي الاهلي، ولكن مجلس اداره لازم تكون عارف ان هو دايما تحت ضغط، اي مجلس اداره تحت ضغط الجماهير وتحت ضغط المركز الاول، المدير الفني بيبقى تحت ضغط المركز الاول، اللاعبين تحت ضغط المركز الاول، عشان هو ده اللي احنا بدانا بيه. الجماهير تحت ضغط المركز الاول. بالظبط كده، ده حقيقي. دي السمه، دي السمه والجينات بتاعت النادي الاهلي. لا بجد كلامك جميل يا احمد، وكتاب حلو، وانت خليتنا نبقى عندنا يعني فاهم كريوزيتي ان احنا نقرا بجد الكتاب. وهاكد على الكلمه اللي انت قلتها، فكرتنا ان انت عندك نادي اهلي دستور غير مكتوب شويه، زي اللي هو الانجلو امريكان لو، اللي هو القانون الانجلو امريكي. هم ما عندهمش قانون مكتوب، دستور مكتوب، هو بياخد بالصفقه. فاحنا بالظبط كده، انت عندك يعني دستور غير مكتوب بتتصرف على اساسه وما بتتغيرش وفقا للمبادئ بتاعه النادي الاهلي. هطلع ارد بعد كده بقى لما حد يقول لك احنا شبه امريكا، فاطلع ارد. يعني احنا عالمي. دخل عليهم بكتاب جديد. ما انا دارسه قانون بقى، كل واحد يتكلم في حتته. بالظبط كده. موفق دايما يا احمد والله. وبجد ساعدنا واستفدنا فادنا كتير كمان من وجودك معانا حضرتك النهارده. زي ما كنت بقول لك من شويه، شوف لك صرفه لازم تحضرنا بصفه دايما. يشرفني طبعا، يشرفني. بس مواعيد الصبح دي صعبه شويه، لكن انا عشان والله تحسوا بينا هرجع اقول لك احنا 6:30 يوميا بنصحى. يا اما اجي لك احنا بالليل بقى. ده يشرفني طبعا. ربنا يخليك. يعني سعيد جدا ان انا يعني موجود معاكم على المستوى الشخصي، بحبكم جدا، ده حقيقي. كمان مبسوط جدا ان انا يعني كنت من خلال قناه النادي الاهلي تكون هي اول برنامج واول نافذه اتحدث فيها اعلاميا عن الكتاب، لان يعني قناه النادي الاهلي بشكر طبعا استاذ ايهاب الخطيب جدا ان هو سمح بده. وطبعا دي قناه النادي الاهلي هي بيتنا طبعا، اللي المفترض يعني نكون كلنا بنحاول اننا نوصل الصوره الجيده عن النادي الاهلي، والصوره الجيده هي غير صوره مبالغه. نورت بيتك حبيبي. حبيبي بشكرك جدا كريم، ربنا يخليك. امين. طيب احنا هنطلع فاصل سريع يا حضرات، ونرجع بقى عشان ان شاء الله الفقره القادمه هي اخر فقراتنا الحواريه، هي فقره الضيقه المسجله بين الدكتوره ايمان المراكبي طبعا مع نهاوند. وزي ما كنت بقول لكم في اول الحلقه، اتكلموا في موضوع يهم كتير جدا منكم. بشكركم على حسن المتابعه، اشوفكم على خير ان شاء الله.